السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم أومار بريف. أتمنى أن تكونوا بألف خير. فيديو اليوم سيكون بحول الله حول موضوع الضريبة على الدخل، بحيث في سنة 1984 تم إقرار ثلاث أنواع من الضرائب: تيفيا اللي هي الضريبة على القيمة المضافة، لياس اللي هي الضريبة على الشركات، ثم لياغ اللي كانت سابقا ليجياغ وهي الضريبة على الدخل اللي كتهمنا اليوم. الضريبة على مداخل الأجور اللي كتهم مجموعة من الموظفين والأجراء سواء في القطاع العام أو الخاص، واللي عندهم علاقة مع البنك من خلال سكن عن طريق القرض البنكي كريدي بونكير. ضروري تكون موظف أو أجير ويكون عندك كريدي ديال السكن وصالير ديالك يكون كيخضع لواحد الضريبة. مثال، واحد الموظف كياخذ واحد لو سالير، واحد الاجره، الى ضربناها في 12 مثلا تتعطينا 55000 درهم سنويا. غادي نشوفوا في جدول الضرائب غادي نلقاو المبلغ كيدخل في خانه الضريبه على الدخل. اما الى كنت في خانه من واحد درهم الى 30000 درهم سنويا فانت معفي من الضريبه. اذا غادي نلقاو المبلغ كيدخل في خانه الضريبه على الدخل. أما إذا كنت في خانة من واحد درهم إلى 30000 درهم سنويا اللي هما أصحاب سميك فأنت معفي من الضريبة. فأي مدخول من 30000 وواحد درهم وما فوق في السنة فهو يخضع للضريبة من 10% إلى 38%. فإذا كنت أجيرا وكان عندك قرض سكن أو بناء وكان عندك سالير ديالك يخضع للضريبة فأنت لازم تتبع معايا مزيان وخاصك تسترجع الضريبة على الدخل. شنا دابا اشنا هي الضريبة على الدخل؟ اجيو دابا نشوفو علاش غادي نسترجعو الضريبة على الدخل. جا واحد المرسوم جديد تقرر فيه إعفاء فوائد الضريبة على الدخل في حالة اقتراض من مؤسسة بنكية من أجل اقتناء أو بناء سكن رئيسي. بين قوسين سكن خصو يكون رئيسي الوحيد ديالك، ما يكونش عندك سكن وبغيتي تزيد سكن اضافي. ومن هنا جا استرجاع الضريبه على الدخل لانهم كيقطعوا لك هذيك الفوائد، وبالتالي خاصك تمشي تسترجع هذيك الفوائد اللي قطعوا لك. كاين اللي غادي يقول لي شحال كاع كيقطعوا لي 150 درهم شهريا، ولكن 150 درهم شهريا الى ضربناها في 12 كتعطينا 1800 درهم، وضربناها في 3 سنوات هي 5400 درهم. الان اشنو هي الاجراءات اللي خاصني نتبعها وشنو هي الوثائق اللي خاصني ندلي بها من اجل الاستفاده من استرجاع الضريبه على الدخل في قروض السكن؟ الوثائق هي كالتالي: فوتوكوبي لا كارت ناسيونال سيان، شهاده الاجره اللي هي بيلتان دو بي، الاشعار الضريبي لافي دو بايمون اللي تيجينا باش نخلصو، شهاده الفوائد من البنك اتيستاسيون دي زانتيغي من البنك، كشف الهويه البنكيه اللي هي لو غيب اتيستاسيون دو غيب، اي واحد عنده كونت بونكير عنده اتيستاسيون دو غيب اللي كيكون فيها 24 رقم اللي هي رقم الحساب ديالو، عقد القرض اللي هو الكونترا ديال الكريدي، ثم جدول استهلاك اللي هو طابلو دامورتيسمون. بعد مرور مدة معينة ودراسة الملف من طرف مديرية الضرائب كتوصل بمستحقاتك عن طريق تحويل بنكي اللي هو فيغمون. كنتمنى فيديو اليوم يكون مفيد لكل شخص راغب في استرجاع الضريبة على الدخل في قروض السكن. ما تنساوش تفعيل الجرس والاشتراك وترك تعليق. شكرا لكم وإلى اللقاء.